إخوان أن حديث إذا رأيتم أحدا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف. نعم الحديث ضعيف، ضعف الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث ضعيف حتى من ناحية المعنى ضعيف. ما كل من دخل المساجد نشهد له بالإيمان؟ ألم يكن المنافقون يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله؟ ما كانوا بيجوا؟ كانوا بيجوا يشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل نشهد لهم بالإيمان؟ هل كل من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد له بالإيمان؟ نشهد للصحابة رضي الله عنهم كما شهد لهم الله وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فلا نشهد لهم بالإيمان، فالحديث ضعيف ومعناه ضعيف.